موقف قبيح قبيح، لا حول ولا قوة إلا بالله. تدمير المجتمع. نأتي للمنطق العقلي، وتتحمل المسؤولية كرجل لمسألة أخلاقية عليا هذه لكبار القوم. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أيامكم ولياليكم بكل خير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. وأنا أقلب في الشاشات لاحظت مقطع يتحدث فيه صاحبه عن موضوع الكفالة، وذكرني بمجموعة من المقاطع والأنشطة في تطبيقات التواصل الاجتماعي اللي تحث على عدم الكفالة. يقول لك إذا كفلت أحد راح تتورط. طبعا راح تتورط. طيب يبقى مسألة مهمة، مسألة الكفالة، ترى هذه مسألة أخلاقية عليا هذه لكبار القوم، لأصحاب المنزلة العليا يوم القيامة، أصحاب مكارم الأخلاق، مو بأي واحد، يعني مش أي شخص يورط نفسه في موضوع الكفالة كما قيل. خذ الآلية الملائمة لموضوع الكفالة. إما أنك تكفل نصفك الثاني، جزء منك، جزء من حياتك، تكفل أولدك أخوك، طيب، وأنت تدرك العواقب والتأثيرات في حال عدم قدرته على السداد، وأنت أدرى بوضعه المالي والاجتماعي ومصادر دخله، أنت أدرى بها، يعني هذا شخص تعرفه تماما. وفي حال عدم السداد لابد أن تنام وتضع في بطنك بطيخ صيفي وتتحمل المسؤولية كرجل طيب، وكإنسان صاحب شيمة ومكارم وأدب وأخلاق ومراجل. طيب هذا هو الأصل، أنك تقف مع أخوك. طبعا لابد أن نفرق في مسائل متعلقة بهل هو يعني متعمد مفرط شيء من هذا القبيل، هذا موضوع آخر، لكن أنت عندك مسارات تقييمية مع المقربين لك تماما. هذا جانب. الجانب الآخر، لا تكفي المجهولين، مجهولي الحال، وتصير أضحوكة أو ألعوبة لعمليات الاحتيال. هذا لا يقول به عاقل، يعني أنك تروح تكفل لك شخص مجهول، علما أن عمليات النصب والاحتيال في هذا الزمن في توسع، طيب في توسع وفي انتشار، وتستغرب من مدى البجاحة والوقاحة والقحة في بعض الأشخاص، أنه يأتي ويطلب منك بعض الخدمات المالية وما بينك وبينه أي علاقة، وعادة تكون هذه من يعني أو غالبا تكون من عادات البعض، يعني من بعض المحتالين، يعني يقوم بهذا الفعل ومعتاد، يعني أنه يسلب الأموال بهذه الطريقة. طيب نرجع مرة ثانية لموضوع لا تكفل ولا تورط ولا كذا، لا هذا الكلام غير صحيح، ترى أنت كمسلم الكلام هذا غير صحيح أبدا. الأصل التعاون والوقوف جنبا إلى جنب والتكاتف، يعني شخص من الأسرة يحتاج، ترى ما يمنع أن كل الأسرة تدعمه، أصدقاء، جميع الأصدقاء يدعمونه. طيب الأصل برضو يعني ترى في المجتمع في الحي إذا وجد جار محتاج في أزمة، يعني شخص على سبيل المثال، يعني أنا أذكر عشان في شيء في ذهني، يعني أحد الجيران احترق بيته، ما يمنع أنك تجي يجون الجيران وكل واحد معه ظرف ويدفع. طيب هذا ترى يشبه الكفالة، يشبه الكفالة، ولا تنتظر أنه يطلب منك فيما يتعلق بالفسعات في ذلك الإطار. طيب نرجع لموضوع الكفالة. إذا نحن ألغينا موضوع الكفالة وعدم التعاون، نحن ترى ندمر المجتمع، ندمر المجتمع. لكن أنت ضع في ذهنك، ضع في ذهنك أنك إذا كفلت الشيخ أنك شخص عفوا ستلتزم فقط. إذا كنت أنت لست أهلا لهذا الشيء فقط، قل له أنا غير أهل، يعني أنا ما أستطيع، ما عندي والله القدرة على الدفع. لكن إذا كنت مليئا، ركز معي،
كنت مليء. وهذا الأخ أخوك ابن عمك صديقك المقرب واضح أن حاله ضعيف تماما يعني، وتدري أنك لو كفلته ممكن أنه ما يستطيع، وأنت قادر اكفله الله يرضى عليك ويبارك فيك، لأن الأجر والثواب عند الله عز وجل. نعرف وناس ترى يعني يكفله يدري أنه ما راح يدفع ذاك ويدفع عنه ولا يطالبه، ترى ما يطالبه، يعلم بأن المال هو مال الله عز وجل، عارية مستردة. وهذه طبيعة المسلم ترى في تعامله مع مال الله. طيب، لأن الله عز وجل أعطاك السبل والطرق للتعامل مع ماله في الحياة الدنيا، ستحاسب أنت ترى على الأموال اللي عندك. إذا كنت تكدس أموالك وجارك إلى جنبك فقير يتضور جوعا هو وأبنائه، ستحاسب على هذا. لا تظن والله إنه يعني مش موجود في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بند، مش موجود في وزارة العدل بند، مش موجود في وزارة الداخلية انهم يمسكونك يقولون لك تعال ليش ما ساعدت. لا، كل شيء محسوب عليك سلفا، مسجل تحت الرقابة الله يرضى عليك ويبارك فيك. فالأفضل الأفضل أن نضع المعيار الشرعي بالدرجة الأولى، ثم العواقب والتأثيرات الدنيوية المادية والإجراءات والأنظمة بالدرجة الثانية. نقول والله خلاص احنا بالناحية الإيمانية انا عندي القدرة، او عندي القدرة الإيمانية والكفاءة الإيمانية ان اتقبل هذا الشيء، لكني ارجع للواقع. هنا نأتي للمنطق العقلي، المنطق العقلي لمناقشة الحالة. انا اذا ذا ما سدد، انا استطيع اسدد ولا لا؟ ما تستطيع لك أن تعتذر، ترى ما في شيء إجبار، ترى لا يوجد إلزام ولا إجبار. لكن إذا كنت تعرف بأن هذا الشخص لديه مصدر دخل ويستطيع أن يتولى الأمر، وأن هذا الأمر تافه أساسا، فما ينبغي أنك تعطل يعني مسار قد يكون ضروري لأخيك المسلم. فأنا دائما أتحدث عن الدائرة الضيقة في موضوع الكفالة. أنا لا أنصح حقيقة بأن يجي الشخص يشوف له واحد في الشارع يقول لك فلني، لا، تروح حق المقربين لك، ما وجدت خلاص تصبر، هذا رسالة للي للمكفول. لكن نرجع للكافل، ضع المعايير هذه في ذهنك رضي الله عنك وأرضاك، واترك عنك اللي يتكلمون عن انتبه واحذر واحذر. أنت عاقل، ضع الحذر وفق معايير حالتك أنت. على طاري الملاءة، وأنا أراجع الفيديو تذكرت نقطة مهمة على طاري الملاءة. يعني أنا أعرف شخص ما يبغى كفالة، أتى لي شخص مليء جدا، مليء جدا، صديقه المقرب أعرفه، ملاء أعرفه تماما، موقف قبيح قبيح لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، شخصين، واحد انكسر، هم تجار، طيب واحد انكسر، لكن الثاني وضعه المالي فوق الممتاز، يعني عنده فوائض مالية، هو يقول أنا مش عارف يسوي فلوس. طيب، فيوم انكسر صاحبه يقول له طيب ممكن تشتري لي سيارة وتخليها باسمك، تخليها باسمك، وأنا بشتغل معك وأسدد لك من حقوق اللي تكون عندك، وهو بينه وبينه شغل. وأنا سمعت الحدث، أنا موجود، قال لا والله هذه مش هذه الطريقة، يعني ما نسويها كذا كذا. يقول لك بكل وقاحة، صاحبه يأكل معه ويشرب يروح معه، بينهم أعمال وبينهم أنشطة. لاحظ مستوى الدناءة في الأخلاق، ليه؟ لأن عنده فكر نفس الفكر اللي الآن منتشر،
لا تكفل احد، لا تعطي احد. هو يقول انك لو شريتك سياره ما انت مسدد، لو شريتك سياره ما انت مسدد، وبينهم اعمال. يعني هذا الشخص عنده له حقوق عند هذا. طيب لكن لاحظ كيف اثرت مثل هذه المقولات في دين هذا، في اخلاقه، في عقيدته الماليه. يعني مبلغ سيارة، وهو ما هي بسيارة يعني ترى، يعني أذكر يقول أبغى سيارة يعني للعائلة، وما عنده خلاص يعني بعد ما انكسر بدأ يتدمر شوي شوي، وصاحبه يتفرج عليه، يتفرج عليه إلى أن انسحق، ما وقف معه في هذا الموقف أمام عيني وأنا متابع للشخص. فانتبهوا يا إخوان، ترى المسألة يعني إذا خرجنا مثل هذا النموذج تدمير للمجتمع، تدمير للمجتمع. لا، لابد أن تتعاونون وأن تتحملون. وزي ما ذكرنا الأخلاق أو مكارم الأخلاق لها ثمن ولها قيمة، ولا تمن على أحد، لا تقول أنا كفلتك وأنا فعلت لك، ولا أبداً، أنا سلفتك، أنا أعطيتك. إذا أنت قد هذه الأمور تفضل. هذا الأخ تنازل عن قيمه وأخلاقه ومبادئه اللي كان يتبجح بها أمامنا، ونحن في الواقع سقط على أم رأسه. فجلست معه ما يتكلم إلا عن مكارم الأخلاق وعن دعم الفقراء والمساكين ومساندة يساند تجار يقول. ويوم جاء صاحبه اللي معه يوميا قطع الحبل وتركه في البير، لكن خرج ولله الحمد، وله قصة بإذن الله عز وجل. السلام عليكم. حياتك أسهل مع فيصل خالد.